ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. هذا مصير المجموعة اللي قتلت الشاب عصام وتكرفسوا عليه، تزامنا مع عملية دفن الضحية المسمى قيد حياته عصام ابن حي البناني بمقبرة الرحمة بمدينة الجديدة، وذلك بعد تشريح جثته بمصلحة الطب الشرعي بالدار البيضاء. علمت القناة أنه تم إيداع 5 أشخاص السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، من بينهم 3 شابات والمتهم الرئيسي وشريكه، ووضع الشخص السادس تحت المراقبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في جريمة القتل التي هزت السوق القديم بمدينة الجديدة خلال اليوم الثاني من عيد الفطر. وكانت مصالح الشرطة القضائية وفرقة مكافحة العصابات قد استنفرت عناصرها من أجل توقيف المتهمين في عملية أمنية نوعية قادت إلى توقيف كذلك واحد من أكبر تجار بيع الماحية بدرب الهلالي. وما تزال الحملات الأمنية متواصلة بدرب الهلالي إلى حدود اللحظة من أجل توقيف باقي المتورطين وكاد تجفيف السوق القديم من الممنوعات. مني جابوا السبيطار ولا الدرب كيصيفطوا لي كيقولوا لي راه عصام قال لك الحق عليك السبيطار، جيت جابوا عاد الحاله الله يرحمه. يعني المجرمين 2 دراري وثلاث دريات، ما معروفش شحال هما، والجوج ولا 3 ولا 4 ولا 5، المهم هما اكثر من 6 وكثر من 5، حتى باقيين شي وحدين، حتى هذاك الضرب ما يمكنش يديروا واحد، هذاك الضرب ديال بزاف الناس اللي هما مشاركين في الجريمه، وهذاك راه الزوج ديالي راه انا راه ما غندوزوش. يعني سمعنا انكم يلا تعيشتم هادي شهرين، يلا غتعيشوا يعني الحياه ديالكم، شتم يلا غنبداو نعيشوا الحياه ديالنا، وانا دابا كنتسنى مولود ديالو، هو دابا مات وخلاني حشوم عليهم، والله شي باش يديروا معاه كحرام سير لهم كاع باش يوصلوا مع هذا الشيء. عمرو ما عاد شي واحد ضرب 10 سنوات ديال السجن، ما واخدش حقه في الدنيا، ما عمرش حدا عطا شي تعويض، ومازال من الفوق بنادم باغي يزيد يقتلك اللي عينو اللي درت شي غير شي حاجه زادت عليك غير موطور كيبغيو يقتلوك في هاد الشيء. دا شبعانة عصابتي صباح. شنو قال لك؟ قال لي انا غادي خارج هابط لتحت، هابط هو واحد الدري الملقب بمايكل اللي هو اللي كان حاضر، راه هو من الشهود في الجريمه، يكونوا استدعاه رجال الامن على ما اظن، هو اللي كان حاضر معاه، قال لك مني السيد مني جو، انا ما عارفش المعلومات بالضبط، المهم الدري هرب مني بانوا ليه بزاف الناس والضرب وداك الشيء، وان السيد كيجروه ولا عارفش وخرجوه من واحد الدريبه اللي هي مضيقه وحطوه وسط الجرده، صعيبه شويه فهمتي، يعني هادي ما تكونش فيها واحد ولا جوج، هادو يعني كاينه تقتل في ديك الدريبه وهزوه، تقتل في الدريبه وتضربوه باقي ما ميتش، وهزوه معايا خرجوه لومبيلونس باش ما يبانش شي، يبانوش هما اللي هادشي اللي